شجعني على كل حاجه، بالنسبه لي اكتر من اخو صديق، احلى مدرس فيهم في العالم اصلا. بجد شايفه اعظم شخص في الكون كله. حتى والدي بيحبه برضه، بيقعد يسمع فيديوهاته معايا. اللي خلاني اكمل واعبر واخد سنه واحده بس ربنا مش كاتباني انا خالص، اللي خلاني اعمل كده بجد شيء. اهلا وسهلا بيكم طلاب حبيبي في كل مكان في الجمهوريه دفعه 2023. انا جيو ماجد امام، مهندس زيولوجي واستاذ زيولوجيا للثانويه العامه على مستوى الجمهوريه. الفيديو ده مهم جدا، تركز في كل تفاصيله. يا ترى يا جيو ازاي حضرتك هتنقل السنتر في البيت؟ على فكره كان من ضمن هاشتاجاتي السنه اللي فاتت ان انا هنقل حضرتك السنتر في البيت، يعني انت كل مميزات كل السيرفيس بتاعت السنتر انا هنقلك في البيت. طب ازاي؟ سم الله صل على رسول الله، ركز معايا، تعالوا بقى نعرف ايه المميزات. يلا بينا. رقم واحد، فضل ربنا 8 محاضرات شهريا اوريدي معاك طول السنه، يعني مفيش حاجه اسمها حضرتك المحاضره بالمحاضره، مفيش حاجه اسمها حضرتك المحاضرات بتقفل عليك، طول السنه المحاضرات معاك. ودي ميزه كويسه جدا انك انت تقدر تراجع اي محاضره انت شفتها في اي وقت انت محتاجه. فرقم واحد، محاضرات موجوده مع حضرتك طول السنه كامله، 8 محاضرات كل شهر. رقم اثنين، فضل ربنا تيم كامل المدرسين المساعدين معاك طول اليوم، تيم كامل بيقدر يقدم لحضرتك سيرفيس محترمه جدا ويجاوب على كل اسئلتك. يعني انت دلوقتي عندك سؤال وعايز تسال فيه، فبتلاقي تيم مدرسين مساعدين انا موفره لك يقدر يجاوبك ويقدر يحل لك اسئلتك اكنك في السنتر بالظبط. الحاجه الثالثه كمان، امتحان دوري على كل حصه. يعني ايه حضرتك؟ يعني كل محاضره انت بتشوفها بيكون عليها كده قبل ما المحاضره تفتح معاك اصلا امتحان على الحصه اللي قبلها، فكده كده انا بتابعك. مش بس كده كمان، فضل ربنا في حته الامتحان دي لما تغلط في حاجه بتلاقي كمان تفسير الاجابات تحتها غير المدرسين المساعدين اللي ذكرتها من شويه. النقطه الرابعه والاهم، امتحانات دوريه وامتحانات شامله بيكون عليها جوائز قيمه جدا، بيكون عليها موتيفيت وبيكون عليها دعم ليك وبيكون فيها سبورت ليك علشان احفزك اكتر واتابعك اكتر. كمان الحاجه الخامسه، فضل ربنا ان ولي امرك ممكن يتابعك في اي وقت، هيكون في اكونت لولي امرك ان هو يقدر يتابعك في اي وقت، يقدر يتابع مستواك. اي نعم مش عارف، انا عارف الحته دي هتقلقك شويه او هتزوغ منها، بس دي حاجه حلوه انك تحس ان ولي امرك ممكن يسال على مستواك اكنك في السنتر. وده بيثبت كلامي دلوقتي ان انا بنقل لك السنتر في البيت. طب ايه كمان يا جيو؟ لا، في كمان حاجه مهمه. يا ترى هي ايه؟ ان كمان التيم بتاعي هتلاقيه بيتصل بيك يطمن عليك، هل في مشاكل عندك في المنصه؟ هل محتاج حاجه؟ ده غير تيم المدرسين المساعدين اللي بيحل اسئلتك، لا كمان هيكلموك يطمنوا عليك ويطمنوا على مستواك ويطمنوا انت كنت محتاج حاجه في الماده. بلس كمان الحاجه الاخيره والمهمه كمان، ان انت اي دعم محتاجه في اي وقت هتلاقيه رد سريع جدا. يعني هيكون في تليجرام معاك رقم 010-304-19-304، الرقم ده المين الاساسي بتاعي، في ارقام ثانيه طبعا هتلاقيها ظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه. بلس كمان الرقم ده او الرقم ده هيكون تيم من التليجرام سبورت ليك في اي وقت ورد سريع جدا ودعم ليك في اي مشكله ممكن تواجهك بتحل بسهوله. ده غير اخر حاجه، المذكرات اللي ممكن تشحلك حد باب البيت او تكون جاهزه بي دي اف او لكل محاضره او كل مذكره عايز ابعتها لك، سهل جدا انها تطبعها في اي مكان. من الاخر، انا بنقل لك السنتر كله في البيت عندك. كمان حاجه اخيره ومهمه جدا 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 بفضل ربنا برضو وتستاهلوها بجد، ان مع كل السيرفيس المحترمه دي هيكون الاشتراك مناسب جدا، بسيط جدا، مناسب لكل المستويات وكل الفئات، مناسب لكل طلاب وكل الجمهوريه باذن الله. اهم حاجه بجد ان انا اقدم لكم سيرفيس محترمه جدا علشان ربنا يحقق احلامكم ويساعدكم ان انتوا تجيبوا درجه كويسه في الجيولوجيا زي ما ساعدت بفضل ربنا الطلاب السنين اللي فاتت واخواتكم في الدفعات اللي فاتت. وممكن كمان هتلاقوا كومنتس كتير منهم جدا في الفيديو دلوقتي بيحكوا عن تجربتهم معايا وبياكدوا لي لكم دلوقتي قد ايه انا هكون دافع ليهم، زي ما كنت دافع ليهم، زي ما كنت سبورت ليهم، زي ما كنت موتيفيت ليهم. انا كمان فضل ربنا في 2023 هكون معاكم ثلاث حاجات مهمين. رقم واحد، دوري كمعلم، شرح كويس جدا، تلخيص، حل اسئله كتير، متابعه دوريه، تيم كامل بيرد على اسئلتك في اي وقت، تيم دعم ليك في اي مشكله بتقابلك في اي وقت، تيم مدرسين مساعدين بيرد على اسئلتك، مذكرات لحد البيت، متابعه ولي الامر. كمان هتلاقيني ناصح وداعم ليك جدا في حاجات كتير هتقابلك في الثانويه، ازاي تذاكر وازاي تعمل حاجات كويسه جدا وازاي تستغل وقتك صح وازاي ترتب يومك وازاي ما تهبطش في 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 نص السنه، تبدا بحماس وبعد كده حماسك يقل، تحافظ على حماسك طول السنه. اخر حاجه واهم حاجه، بفضل ربنا هتلاقيني في ظهرك كماده علميه او موتيفيت من اول السنه لنهايه السنه. ربنا يسر اموركم ويسعد لكم حق احلامكم وفرج امومكم. اوعوا تنسوا الثلاث هاشتاجات بتوعنا بتوع جيو ماجد امام وطلاب جيو ماجد امام. رقم واحد، عافر حلمك يستاهل. رقم اثنين، ان شاء الله هنجيب الجيولوجيا في شوال. رقم ثلاثه والاهم، وده اللي هتلاقوه في السيرفيس بتاعتنا طول السنه معاك، انه طلاب جيو ماجد امام بجد غير اي حاجه.